السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلاب الشطار، وحياكم الله بدرس جديد. واليوم إن شاء الله الدرس السادس، وراح نتعلم ثلاث حروف جدد. انتبهوا وياي، أول حرف عندنا هو حرف البي. يلا كلكم وياي يا شطار، بي بي بي، يلا كلكم بصوت عالي، بي. هذا الحرف بي، هذا هو حرف البي اللي أخذناه بداية الملزمة اسمه بي. هذا بي 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 بي، هذا قوي، هذا بي قوي. بي عفية يا أبطال، شو اسمه هذا الحرف؟ والله ما قاعد أسمعاني. يلا بصوت عالي بعد، اي عفية، بي بي بي. أحسنتم يا أبطال، حرف البي، أحسنتم يا شطار. بي، خلينا نشوف شلون نكتبه. بالبداية نبدأ حرف، من البداية نبدأ خط من جو، من فوق ننزل لي جوا، اي بعدين نرجع. هذا هو حرف البي، بي هذا هو الكابيتال. خلينا نشوف السمول شلون ينكتب، يكون اصغر من عنده، نزل لي جوا، نشوف الحرف شلون ينكتب. هذا هو حرف البي. يلا يا ابطال اكتبوا لي بالدفتر يمك، يلا اكتب لي مثل ما شفت هسه بالضبط. يلا يا بطل اكتب لي اياه مثل ما شفت هسه بالضبط نفسه. يلا يا بطل، يلا اكتب لي اياه. يلا باوع علي شلون تكتبه، شوف يلا مثل باوع هيجي. بالضبط، هذا هو حرف البي، هذا الكابيتال اسمه بي، كابيتال بي عافيه كابيتال. وهذا السمول مالته، عافيه بالشطار، عافية بالشطار. طيب خلصنا من الكتابة، يلا كافي، خلينا ناخذ حرف جديد. هذا هو حرف الكيو، كيو كيو. يلا يا أبطال كلكم وياي، كيو 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 كيو. هذا هو حرف الكيو، كيو. يلا كلكم وياي بصوت عالي، كيو أبطال، كيو كيو. أحسنتم، خلينا نشوف شلون ينكتب. نكتب بالبداية دائرة، دائرة عادية، هذا حرف الكيو دائرة، بعدين نجر شخطة من النص، صار كيو، صار حرف الكيو. هذا هو الكابيتال. خلينا نشوف السمول شلون صاير، هذا السمول دويرة صغيرونة، ونجرم من اليمين، هيك كافي. شوف كيو. يلا يا أبطال اكتبوا لي مثل ما شفتم هسه بالضبط. يلا هذا هو حرف الكيو، يلا هيك اكتب لي. يلا يا أبطال، يلا يا شطار، يلا كيو، يلا كيو، يلا دويرة وجر لها شخطة. كتبتوا له لا؟ مثل ما مكتوب بالضبط اكيد. عافية عافية بالأبطال، عافية بالأبطال. يلا خلينا ناخذ حرف الآر، كيو آر آر. يلا كلكم وياي بصوت عالي بالبداية، خلينا نقرأ. يلا آر آر آر، يلا بصوت عالي بعد يا أبطال، آر آر. أحسنتم يا أبطال، آر جيد جدا، آر آر زين. هذا هو حرف الآر. خلينا نشوف شلون راح يكتبه، جر خط بالبداية بعدين سواها شلون دويرة، ردع النبرة نزلها جوا. هذا هو حرف الآر زين. خلينا نشوف السمول مالته شلون، شوف شلون نزل لي جوا بعدين رفع. هذا هو حرف الآر الكابيتال والسمول. يلا اكتب لي مثل ما مكتوب بالضبط، اكتب لي مثل ما مكتوب بالضبط. يلا يا أبطال، يلا يا شطار، يلا يا غوال، يلا اكتبوا لي. منو كتبه؟ يا بطل، منو يا بطل كتب الآر؟ منو؟ عفية. يا الله أحسنتم، أحسنتم بالأبطال، أحسنتم يا شطار يا أبطال. يا الله هسه انتبهوا علي وخلونا نقراهن كلهن بالمخربط.
حتى مو حافظينهن مثل الاغنيه، احنا حافظينهن حفظ. يلا ار الكل وياي، ار الكل وياي، ار 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 ار. احسنتم. كيو كيو كيو، كلكم وياي بصوت عالي. كيو كيو، احسنتم. كيو بي 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 كيو ار بي كيو ار بي كيو ار ار كيو بي ار كيو بي كيو ار بي كيو ار بي ار P Q R P Q R Q P R Q P. أحسنتم يا أبطال. كم مرة نكتبه بصوت عالي؟ نكتبهن 20 مرة. الواجب نكتبه 20 مرة بالإنجليزي وبالعربي ونقراهن 20 مرة. أحسنتم يا أبطال. أحسنتم يا شطار. أحسنتم يا أبطال. هذا هو الدرس السابع. يلا هسا الكل وياي، كليتنا سوية، كليتنا سوية نقراهن، كنا سوية نقراهن. يلا يا أبطال. P Q R P Q R. يلا بصوت عالي كل. P Q R عافية بالأبطال. P Q R دا اسمعكم أنا ترى. يلا P Q R. يلا الكل P Q R P Q عافية بالأبطال. P Q R أحسنتم. B Q عافية بالأبطال. أحسنتم يا شطار.